يا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ننتقل إلى موضوع آخر، وهذه المرة مع جامعة الشارقة، حيث يستعد طلاب وطالبات جامعة الشارقة للمشاركة في الدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية ديكاثلون الطاقة الشمسية الشرق الأوسط 2021، والتي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتزامن مع إكسبو 2020. وعن هذه المشاركة يسعدني أن أرحب في الاستديو بالطالبتين رغد حازم رزق ونوران ياسر عبد العال، وهما طالبتي الهندسة المعمارية بكلية الهندسة في جامعة الشارقة. مساء الخير وحياكم الله. يا مرحبا. يعني ببتدي معك رغد، حثيني عن هذه المسابقة وعن مشاركتكم فيها، مسابقة الديكاثلون للطاقة الشمسية. أوكي. اسم مشروعنا شير، بمعنى شارك، وشير أيضا اختصار ل Sustainable Habitat for the Adaptive Regeneration. عفوا، Generation of the Environment. نعم. وفكرة المشروع تندرج تحت دورة التجديد اللي بتحصل بسبب المساحات المرنة داخل المنزل اللي بتحوله من بيئة منزلية لبيئة عملية. جميل جدا. بسبب بالذات في الوضع اللي احنا فيه الآن من بعد الجائحة، صار كثير في ناس بيعملوا في بيوتهم. طيب. فصار من الطبيعي الناس انه بتشتغل في بيتها. طيب، فكرة المشروع أن يتم الاستفادة منها من داخل المنازل، كيف يعني؟ يعني ذكرتي لي بأن هناك فئة أصبحت تعمل من البيت نظرا لظروف الجائحة. فكرة المشروع الاستفادة من الطاقة الشمسية، باستفادة من الطاقة الشمسية وفكرة البيت من التصميم الداخلي بتسمح لنا انه البيت كل الاجهزه فيه تشتغل بطاقه شمسيه او غالبيتها يعني بتشتغل غالبيتها يعني، بس غير في الطاقه الشمسيه في حساسات بتسمح لنا ان احنا نتابع استخدامنا واستهلاكنا للطاقه. فعليا بداتوا العمل في المشروع؟ اي، احنا بادئين من 2019. ما شاء الله. اي، بس الله. بدانا بالتصميم والاداره يعني. نوران، قطعتوا شوط في المشروع، من وين استوحيتوا الفكره يعني؟ الفكره من اسم المشروع، بمعنى المشاركه بالانسجام مع الحي او البيئه المحيطه. وده بيحصل لان تصميم البيت حواليه سور، السور ده بيتفتح للخارج، ولما بيتفتح للخارج بيخلي ان المساحه متاحه للجميع. وده لما بيكون المنزل في موضع العمل. صحيح. يعني العناصر كذلك، اتوقع هناك عناصر تم الاعتماد عليها في تنفيذ هذا المشروع، ما هي هذه العناصر؟ أول حاجة طبعاً للفكرة كلها حواليها هي الاستدامة واستخدام الطاقة الشمسية. جميل. وزي ما قلنا، فكرة المشروع نفسه اللي هي اسم المشروع شير، اللي هي المشاركة. وبرضو غير كده إن احنا نكون نقدر ننتج كل حاجة بنفسنا. فداخل البيت في مميزات بتخلي زي في اكتفاء ذاتي. فكل حاجة احنا بنستهلكها في البيت او بننتجها في البيت بنرجع نعرف ان احنا نتخلص منها بالطريقه الصحيحه، او نرجع نستهلكها تاني، ندورها تاني جوه البيت. صحيح. يعني لو فكرنا في نسبه الاجهزه التي ستعمل بالطاقه الشمسيه من المنزل من مختلف الاجهزه الاخرى المستخدمه، كم تقريبا بالمئة؟ ممكن اكثر من 50%. اها، جميل. يعني عملتوا تصميم لمنزل مصغر؟ هو اكيد هيبقى اكثر من 50%، لان البيت على واجهه البيت من بره، وعلى سطح البيت في الواح شمسيه. الالواح الشمسيه دي احنا مصممينها بطريقه ان هي حركتها بتتبع حركه الشمس. فاحنا بنقدر ناخد طاقه شمسيه على قد ما نقدر، فاكيد هنقدر نستخدم طاقه شمسيه طريقة كبيرة بشكل كبير. جميل. طيب، نحن نشوف المنزل من الداخل. هذا تصميم المنزل من الداخل. هذا بتقنية الثري دي. أي. أها. طيب.
يعني عرفونا على هذه التفاصيل اللي بتستفيدون منها بتنفيذ المشروع. هذا التصميم الخارجي. أي هذا السور المحيط حولين المنزل. وهذا اللي عليه اللوجو أو علامة المشروع. المشروع. أو شير. هذه هي الألواح الشمسية. الألواح ما باللي فوق؟ في فوق وفي حوالين. في على الواجهة. شكلها مختلف عن اللي فوق. أي إحنا عاملين برينت أو طبعين عليها. اللوجو تبع الفريق بحيث انه شكلها يكون جميل انها تكون في الواجهه. صحيح. كم تقريبا استغرقت عمليه بناء المنزل؟ استغرقت 4 شهور بالمسانده مع الراعين الرسميين شركه البطحه. لكن البناء كان أقصر مرحلة في المشروع كله. لأنه زي ما أنا قلت المشروع ابتدى من 2019. صحيح. فابتدى بالتصميم والإدارة، فأقصر مدة اللي هي 4 شهور اللي فاتت هي كانت مدة البناء فقط. يعني كذلك من الأمور البارزة الشعار، شفنا قبل قليل كذلك الشعار. إلى ماذا يرمز هذا الشعار؟ الشعار عليه اسم المشروع بالإنجليزي وبينتهي بحرف الكاف بالعربي عشان يكون نفس المعنى شير أو شارك. وفي نفس الوقت اللوجو عليه زي علامة اللي هي الدائرة، أنه كل زي ما قلت لحضرتك دائرة التجديد. كل حاجة بننتجها أو كل حاجة بنستهلكها في الآخر بترجع تاني للبيت. جميل. طيب إذن يعني الاستفادة من الطاقة وتدويرها بمعنى أصح من جديد. أنا لاحظت ما شاء الله في مجموعة كبيرة من المتواجدين في الفيديو وفي اللقطات اللي عرضت قبل قليل. فريق العمل هذيل كلهم ما شاء الله؟ لا أكثر كمان. بعد؟ أكثر بكثير. ما شاء الله. كم تقريبا وصل عدد كم؟ إحنا آخر مرة عرفنا كنا أكثر من 100. ما شاء الله. بس مش طلاب وطالبات بس طبعا. متطوعين؟ لا مش متطوعين. دكاترة وطلاب. مو بس الطلاب، مو بس من كلية الهندسة. لا مو بس من عندنا كلية العمارة، في كلية الهندسة، كلية العلوم، وكلية العلوم الصحية. العلوم الصحية. جميل. طيب يعني كذلك سيتم نقل هذا المنزل إلى موقع إكسبو 2020 في دبي للمشاركة في المسابقة. صحيح؟ صحيح. يعني أتوقع عملية نقل المنزل مو بسيطة. كيف سيتم نقل هذا المنزل؟ عملية نقل المنزل بسيطة جدا. معقولة؟ حتى يعني كيف؟ هي بناء المنزل مبني بطريقة أو بشكل أنه يكون قابل على أجزاء. فهو يعني سهل الفك والتركيب. أي وحدات مجزأة. بالضبط. فسهل إن إحنا لما نأخذها على الموقع نركبها. بالفعل كمان. فكل جزء هيتنقل على شاحنة هتنقله للموقع بتاع المسابقة اللي هو محمد بن راشد سولار بارك. ودي هتاخد ليلة بس إن هي تتنقل من رأس الخيمة الموقع الحالي للبناء. لمحمد بن راشد سولار بارك. ويعني فترة الفك والنقل والتركيب هتاخد ما بين 10 ل 14 يوم. موقع المسابقه سيكون في مجمع شيخ محمد بن راشد للطاقه الشمسيه. اي صح. طيب زين، عمليه اعاده التركيب من جديد كم بتاخذ؟ انتم قلتوا نقله يوم واحد. طيب اعاده التركيب من جديد من 10 ل 14 يوم كله، فلو ليله واحده هتاخذ النقل. فان شاء الله يعني فاقل من اسبوعين نكون خلصنا تركيب المنزل. جميل. طيب يعني بتعرف من رغد على التصميم، بماذا يوحي تصميم المنزل؟ تصميم من الداخلي ولا من الخارجي؟ الداخلي والخارجي. تصميم المبنى من الداخل كانت الفكرة أنه يكون مرن من حيث المساحة أو الأثاث. بمعنى أنه كل غرفة موجودة بالمنزل زي ما كان موجود في الفيديو بتتحول من دور لدور آخر. عندنا مثلا صالة الاستقبال بتتحول لمكان للتصميم بتغييرات بسيطة. ممتاز. أيضا كمان غرفة المعيشة بتتحول
ورشة عمل معدة فيها معدات وأجهزة مثل 3D printing. حتى غرفة النوم في حال لما البيت بيكون في وضع العمل بتاخد دور غير دورها اللي هو مجرد غرفة نوم، بتتحول ل VR station بطريقة أنه السرير ينطوي، تعرض في الفيديو أتوقع ينطوي، ففي خلي فيه مساحة كبيرة أنه الشخص يلبس VR نظارات VR ويحتاجوا يكون مساحة كبيرة. جميل. طيب يعني ذكرتوا لي بأن الفريق المشارك في تنفيذ هذا المشروع يتجاوز عدد 100 شخص من أعضاء هيئة تدريسية، من طلبة، من مختلف الكليات اللي تفضلتوا ذكرتوها، كلية العلوم، كلية الهندسة، كلية العمارة، صحيح؟ العلوم الصحية. العلوم الصحية كذلك مشاركين معاكم. طيب يعني نوران، هذا العدد الكبير كيف تم توزيع الأدوار فيما بينهم؟ ما هو دور كل منهم؟ كل مجموعة أخذت الدور المناسب لمجالها، زي ما قلنا في كلية الهندسة وكلية العلوم وكلية العلوم الصحية. وغير كده السولار ديكاثلون نفسها متقسمة على 10 مسابقات، ففي دور لكل شخص. من المسابقات دي في التواصل الاجتماعي، في العمارة، في الاستدامة، فلكل واحد لكل شخص دور. وغير كده، غير الطلاب والطالبات، في الشركات الداعمة المحلية والدولية، ومن المحلية في شركة العابر وشركة الحمد وشركة جيكو. فهم دعمونا وساعدونا جدا ان احنا نوصل للمرحلة اللي احنا فيها دي. جميل جدا. طيب يعني متفائلين بالمشروع هذا جداً. عندكم حماس ان شاء الله؟ ما شاء الله، حماس عالي انه بيفوز ان شاء الله، بيحقق إن شاء الله بإذن الله المركز الاول ان شاء الله. طيب متى تبدا المسابقه بالتحديد؟ متى الاعلان عن النتائج؟ عندكم الجدول الزمني للمسابقه؟ الاعلان عن الـ يعني الافتتاح حيكون يوم 11 نوفمبر إن شاء الله. إن شاء الله. والإعلان عن الفائزين هيكون يوم 24 نوفمبر إن شاء الله. يعني أعتقد بأن حسب معلوماتي بأن هذه ليست المرة الأولى اللي تشاركون فيها في هذه المسابقة. صحيح. شاركتوا من قبل. يعني ماذا كانت المشاركة؟ يعني ما هو نوعها؟ نفس المسابقة سولار ديكاثلون. جامعة الشارقة اشتركت سنة 2018. حصلنا على المركز الثامن، وكمان أفضل جامعة من الشرق الأوسط. ما شاء الله. أي. فالمرة هذه إن شاء الله. شو كانت مشاركتكم؟ كانت بعد في مشروع صديق للبيئة؟ هي نفس المسابقة. لازم إن إحنا نبني بيت بيشتغل على الطاقة الشمسية. نفس الفكرة. جميل. نحن نشوف بعض اللقطات الخاصة ب استعداد لاستكمال متطلبات الانتهاء من تحديدا أعمال هذا المنزل، وحتى بعض الورش وبعض المحاضرات. ما هي أهم التحديات نوران اللي واجهتكم في تنفيذ هذا المشروع؟ احنا زي ما قلنا بدأنا المشروع من أكتوبر 2019، كان مفروض انه المسابقه تكون شهر 11 2020، فبعد كده جت جائحه الكورونا. فكان من اصعب الحاجات اللي احنا واجهناها ان احنا نقدر ان احنا نتواصل مع بعض ونكمل تنفيذ المشروع وفي نفس الوقت ان احنا نكون بعيد عن بعض، مع انه هو مشروع عملي وان احنا كنا متعودين ان احنا دايما بنتقابل مع بعض وبنحضر ورش. فاتعودنا ان يعني اتعلمنا ازاي نتعامل عن بعد، وان احنا جت من الفكره دي فكره البيت. ان احنا نحول البيت من بيئه منزليه لبيئه عمليه. استفدتوا من الجائحه في تطوير فكره المشروع ويعني تقديم بعض الاضافات على هذا المشروع؟ أيوة. فكره كانت مختلفه في السابق؟ لا، هي نفس الفكره. بس المميزات إضافات. زادت. يعني بقى في زي التحكم الآلي للمبنى، وبقى في زي ما قلنا في جزء إضافي للمبنى مرن،
ما كان موجود في السابق. ما كان موجود بس صار موجود لأن بيساعد المستهلك إنه يحمي نفسه من الجائحة. زودنا غرفة التعقيم عند مدخل المبنى فيها كل حاجة أنت بتحتاجها عشان تتأكد إن أنت وأي حد يدخل البيت يكون معقم وآمن. صحيح. طيب رغد، مشاركتكم السابقة في 2018 بالنسبة لكم استفدتوا منها، صار في عندكم يعني رصيد معرفي وتراكم للخبرة بحيث أهلتكم للاستعداد الأفضل للمشاركة في هذه المسابقة في نسختها الحالية؟ طبعا ركزنا، شفنا إيش إحنا ما كان موجود عندنا أو إيش اللي خلانا ناخذ مركز ثامن بدل ما مركز أول أو ثاني. شفنا المتسابقين التانيين، لأنه مسموح نشوف تقييمات المتسابقين التانيين. صحيح. شفنا، تعلمنا، وحاولنا نطبق كل هذه الحاجات اللي ما كنا مركزين أو ما وفرناها في البيت السابق، نحن نوفرها في البيت اللي بيتبني حاليا. صحيح. في بعض الأشياء يمكن لم تعطى الاهتمام الكافي في المرات السابقة، المرة هذه تم التركيز عليها. أيه. كانت تفاصيل مهمة غابت عن ذهنكم. أيه. يمكن تفاصيل مهمة مثل التكنولوجيا كانت متوفرة بس ما كانت متوفرة بشكل كافي. صحيح. أيه. فحاليا البيت يدعم تقنيات وتكنولوجيا بشكل أفضل. جميل. نوران، يعني تحدثنا عن دور فريق العمل، كيف تم توزيع الأدوار الجديد في هذا المشروع مقارنة في المشاركات السابقة. سنتوقف عن دور الجامعة، يعني ما هو دور الجامعة في تهيئة الطلبة ودعمهم للمشاركة في مثل هذه المسابقات، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي والعالمي؟ الجامعة يعني كانت أكبر دعم بأن هي وفرت لنا الفرصة أصلاً أن احنا نقدر نشترك في مسابقة عالمية زي دي، وأن احنا نقدر نكون من المتنافسين اللي ليهم فرصة أن هم يفوزوا. وغير كده يعني الشراكة ما بيننا وما بين الكليات التانية والدكاترة في الكليات التانية، وبرضو أن هي وفرت لنا الأماكن والمختبرات وكل الحاجات اللي احنا محتاجينها علشان نعرف إيه اللي البيت ده محتاجه أو إيه الحاجات اللي احنا مفروض نوفرها وإيه اللي ممكن يشتغل وإيه اللي مش ممكن يشتغل. المختبرات الحديثة في جامعة الشارقة اللي تفضلتي وذكرتي أنها توفرت وسخرت لكم في سبيل دعم هذا المشروع، المختبرات الحديثة وما تضمه من أجهزة بالإضافة إلى الكوادر المتخصصة العاملة في مثل هذه المختبرات، كانت داعم رئيسي مباشر في تحديدا يعني رفع سقف طموحاتكم تطلعاتكم للمشاركة في مثل هذه المشاريع؟ طبعا، زي ما قلنا في من الفريق في طلاب وطالبات من كلية العلوم وكلية العلوم الصحية، فهم ممكن لحد النهاردة هم لسه محتاجين المختبرات والدعم ده من الجامعة ان هم يقدروا يعرفوا يعني معلومات أكثر. بالضبط. وما هو الجديد يعني في بالضبط، فلولا توفير المختبرات دي ما كانوش هم يقدروا ان هم يختبروا أو يعني ينفذوا المطلوب بالشكل المطلوب. صحيح صحيح. ذكرتوا لي أول مشاركة لكم في مثل هذه المسابقة في 2018، أنا تلقائيا قعدت أحسبها أقول يعني إذا في ذاك الوقت هم كانوا في سنة أولى، المفروض الآن هم على وشك التخرج. تخرجتوا ولا بعدكم؟ لسه إن شاء الله. آخر سنة. هذه السنة. السنة هذه إن شاء الله؟ إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله موفقين. عندكم تطلع لاستكمال الدراسات العليا رغد ونوران؟ بإذن الله إن شاء الله، إذا أتيحت يعني فرصة إن شاء الله بإذن الله. وأنا كمان إن شاء الله، يعني بعد ما جربنا تجربة السولار ديكاثلون عرفنا إنه العمارة والتصميم فيها مجالات كتير جدا، فحابين إن احنا نتطلع أكتر ونتعرف أكتر على
يعني جامعة الشارقة قادرة ومهيئة لتحقيق الإنجازات المحلية أو الإقليمية أو الدولية من خلال طبعا بنيتها التحتية، من خلال مختبراتها، من خلال كوادرها، ومن خلال طلبتها اللي اليوم يعني موجودين أمامي واللي يتحدثون بكل ثقة عن طموحهم في تحقيق المركز الأول في مسابقة يشارك بها الكثير من الجامعات. الجامعات اللي بتشارك من داخل الدولة ولا بعد في جامعات من خارج الدولة؟ في جامعات من خارج الدولة. من خارج الدولة. إن شاء الله نستضيفكم وأنتم حاصلين على المركز الأول. بإذن الله. إن شاء الله. كل الشكر والتقدير للجهود المبذولة في هذا المشروع. الشكر موصول لجامعة الشارقة وأسرة الجامعة على كل الدعم الذي يقدم. شكرا لكم. شكرا.